أعظم سور القرآن، السورة التي ستدخلك الجنة بإذن الله تعالى، والذي أخبرنا بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يدخلنا وإياكم الجنة يا رب العالمين. صحيح البخاري معلقا عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان يصلي إماما بالأنصار في مسجد قباء. الراجل ده كان يفعل شيء عجيب في الصلاة، كلما صلى بهم لابد أن يقرأ سورة الإخلاص، حتى لو قرأ معاها سورة أخرى، لكن لابد أن يأتي بسورة الإخلاص. فقال له أصحابه: إما أن تصلي بسورة الإخلاص، يعني تقرأ بسورة الإخلاص، وإما سورة غيرها، أنت ليه كل مرة تجيبها؟ فقال: والله ما أنا بفاعل، إما أن أصلي بكم بهذه الطريقة، وإما أن تبحثوا عن إمام آخر. وكانوا يرونه أفضلهم، يعني كانوا شايفينه أفضل منهم في العلم والفقه والقراءة، ولذلك لم يتركوه. لكنهم ذهبوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا يصلي بنا لكن لابد أن يأتي في كل مرة بسورة الإخلاص. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل هذا ولا تنزل على ما يريده أصحابك؟ أنت ليه بتعمل كده؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. وفي رواية أنه قال: إنها صفة الرحمن، يعني فيها التوحيد وثناء ومدح لله جل وعلا، وإني أحب هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها. ده مش بس كده، كمان السورة اللي انت شايفها 4 آيات تعدل ثلث القرآن. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. تخيل الذي سيقرأ هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى مدى إقبال الصحابة رضوان الله عليهم. ثم لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال الصحابة: يا رسول الله، انت قلت ان انت هتقرأ علينا ثلث القرآن ولم تقرأ إلا سورة الإخلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي بشارة حلوة للذي يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له: يا رسول الله، إذا نكثر قصورنا، ده احنا كده نقطر القصور يا رسول الله بكثرة قراءتها. فقال: الله أكثر وأطيب، يعني كل ما تقرأ كل ما ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصورا في الجنة. لكن خد بالك من 3 حاجات عشان تدرك فضل سورة الإخلاص. الحاجة الأولى إن أنت تدمن قراءتها، مش تكثر، لا، تدمن قراءتها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار النوم وفي غير ذلك. ارقي نفسك بيها وارقي أولادك، وفي أوقات كده الفراغ تقرأ كده كل يوم على الأقل 10 20 30 مرة. كل ما تقرأ 10 مرات كل ما بنى الله لك قصرا في الجنة. الحاجة الثانية لازم نفهم معناها يا جماعة، العملية مش قراءة وخلاص، لا. قل هو الله أحد يعني إيه؟ قل هو الله أحد يعني واحد في ذاته وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. الله الصمد يعني تقصده الخلائق لقضاء حوائجها. أنت عاوز من ربنا، عاوز ربنا يشفيك، عاوز ربنا يغفر لك، عاوز ربنا يرزقك بزوج صالح، عاوز ربنا يكرمك بوظيفة، عاوز أي حاجة، تسأل الصمد سبحانه وتعالى الذي تقصده الخلائق لقضاء حوائجها، الذي يحتاج إليه كل أحد ولا يفتقر ولا يحتاج هو إلى أحد سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تفهم معناها كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من فضلها وثوابها. الحاجة الثالثة وهي بشارة عظيمة جدا، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بالأسماء التي وردت فيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فشوف بقى أنت عاوز إيه، واسأل ربنا سبحانه وتعالى يحققه لك. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم فضلها وثوابها يا رب العالمين. ما تنسوش في النهاية بقى تشاهدوا الفيديو، كل ما حد ينتفع به يكون في موازين حسناتكم، وتتابعونا على قناة الفيسبوك واليوتيوب أحمد عبد الحميد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.